السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، برنامج في دائرة الضوء من تلفزيون الجزائر على الهواء مباشرة يفتح موضوعا وملفا آخر للنقاش من هنا من العاصمة الجزائر مع ضيوفنا بالاستوديو بالإضافة إلى قسنطينة وكذلك العاصمة التونسية تونس. دعوني أرحب بالدكتور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أرحب كذلك بالسيد العقيد رمضان حملات الأستاذ المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمنية. أهلا وسهلا. مرحبا بالبروفيسور عبد القادر جدي الموجود معنا من قسنطينة مباشرة وهو أستاذ الفقه السياسي بجامعة قسنطينة. معنا أيضا من تونس الدكتور علي العلاني الخبير في الشؤون الأمنية الأستاذ بجامعة منوبة التونسية. طبعا نفتح نقاش اليوم من خلال مقاربة شاملة لمكافحة التطرف وبعدها الإرهاب، كيف يمكن أن نقدم البدائل الممكنة التي تجنبنا ربما السلاح في مكان الكلام وفي مكان العمل الثقافي والديني وغيرها. أسئلة وأخرى سنطرحها للنقاش، ولكن قبل ذلك لنتوقف مع أحداث عالم هذا الأسبوع. بداية، أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما للتقدم المسجل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر، ودعيا إلى تعزيزه من خلال التنفيذ الجيد للاتفاق، وهذا في البيان الختامي للدورة 12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي المنعقدة بباماكو برئاسة عبد الملك سلال ونظيره المالي مودي بوكايتا. كما تم إبراز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوافق وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية، مع إبراز الدور الهام الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبيل استسباب السلم في مالي. انتخبت الجزائر هذا الأسبوع وبجدارة في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة لعهدة أخرى مدتها 5 سنوات، وحازت على 160 صوتا في انتخاب الجمعية العامة للأعضاء المشكلين لهذه الهيئة الأممية، وهو ما يؤكد على الثقة القوية التي تضعها المجموعة الدولية في الجزائر، لا سيما في مجال المساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي. هذا وتم انتخاب الأستاذ أحمد العرابة خلال الاقتراع، وهو أستاذ في القانون الدولي وله تجربة معترف بها في مجال التحكيم الدولي ومستشار محكمة العدل الدولية. قدم نائب الأمين العام الأممي لعمليات حفظ السلم لمنظمة الأمم المتحدة إيرفي لاتسيس تقريرا حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المينورسو، وتضمن التقرير نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها لمخيمات اللاجئين ومقر المينورسو بالعيون المحتلة. كما أطلع لاتسيس الأمين العام الأممي حول الوضعية المتوترة بجنوب الصحراء الغربية. التقرير يعد الثاني بعد تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس أكتوبر الماضي. هذا وقد كانت الأمم المتحدة قد نددت بالخروقات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في حق الصحراويين. قبل آخر منعرج لانتخابات الرئاسة الأمريكية غدا 8 نوفمبر، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI عدم ملاحقة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في قضية رسائلها الإلكترونية. هذا في آخر استطلاع تتقدم كلينتون ب4 نقاط فقط على منافسها المثير للجدل دونالد ترامب. وأضاف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة الواشنطن بوست والABC أن كلينتون حصلت على 48% مقابل 43 لترامب. هذا وتبقى ساعات فقط على ختام الحملة الانتخابية، حتى أن ترامب قد برمج لقاء مع أنصاره في حدود منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. قبل ساعات من موعد الحسم احتدمت المنافسة بين ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في السباق إلى البيت الأبيض.
ووفق الاستطلاعات والتحليلات فإن فوز كلينتون في الانتخابات هو الأرجح، خاصة بعد تأكيد مكتب FBI أنه ليس هناك أي مخالفة تقتضي متابعة كلينتون، وهي النقطة التي راهن عليها ترامب للفوز بكرسي الرئاسة. وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين المرشحين في الحملة الانتخابية، فيبدو أن الناخب الأمريكي في حيرة من أمره، رغم دعم وتأييد الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية من صحف وقنوات إخبارية وحتى الفنانين ونجوم هوليود. ويبقى الصراع محتدما بين المرشحين إلى وقت متأخر من اليوم لاستقطاب أصوات إضافية لعلها تحدث مفاجأة في اختيار الرئيس 45 للولايات المتحدة. ففي حال فوز كلينتون في هذه الانتخابات فهي المرأة غير الغريبة عن البيت الأبيض. الرئيس 45، هل سيكون امرأة أم رجل؟ هذا ما سنتعرف عليه غدا. لنا وقفة طبعا الأسبوع المقبل بحول الله في برنامج كامل خاص بهذه الانتخابات الأمريكية ونتائج التي ستسفر عنها، لكن لنخصص دقائق معدودات للانتخابات التي ستجري غدا. دكتور إدريس عطية، ماذا تعني الانتخابات الأمريكية بالنسبة للعالم وهي الحدث في كل القنوات اليوم؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي تعني انتخاب أهم رئيس في العالم، هذا الرئيس الذي سوف يكون رئيس لأهم دولة وهي القطب الأوحد الذي يتحكم في المنتظم الدولي بشكل عام، فهي ليست بالأمر الهين أو الأمر البسيط. الوصول إلى البيت الأبيض يعني التحكم في أجندة عالمية أو أجندة كونية، يعني ترتبط بالصغار والكبار في كامل هذا العالم وليست بالشيء البسيط الذي قد يكون موجود في أي دولة من دول العالم. أستاذ رمضان حملات، الانتخابات في أمريكا مختلفة عن كل دول العالم، بمعنى ليس الشعب هو من ينتخب مباشرة الرئيس، وإنما ينتخب المندوب الذي سيختار الرئيس. هل أعطيت يعني لو أعطيتنا فكرة عن الانتخابات الأمريكية؟ الانتخابات الرئاسية تقريبا الفريدة من نوعها، فهي ينتخب الرئيس بطريقة غير مباشرة، سوفراج يونيفرسال انديريكت، معناه أن الشعب على مستوى لغوفرنورا ينتخبون الممثلين لتلك المحافظة، وهم بدورهم يعني لي غرونز إلكتور لو كوليج دي غرونز إلكتور هم الذين يختارون الرئيس وينتخبون على الرئيس، وعددهم 538 أظن، ويجب على الرئيس أن يتحصل على الأقل على 270 من أصوات هؤلاء حتى يصبح رئيس أمريكا، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويعلن عليه ويستلم مقاليد الحكم في شهر جانفي 2017. يعني وكأن الانتخابات الرئاسية آلة مضبوطة في التوقيت يوم بعد يوم، ليس هناك تواريخ محددة ولكن أيام تحدد متى تجرى الانتخابات الرئاسية، ومتى تجرى على مستوى لو كوليج دي غرونز إلكتور، ومتى يستلم المهام مهام رئيس الجمهورية. هي كلها أيام، مثلا الانتخابات تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول لشهر نوفمبر، قد يكون يوم في هذه السنة يوم 8، في السنة في من هنا 4 سنوات قد يكون يوم 10، قد يكون يوم 6، وبالتالي غير محدد. طيب الأوفر حظا أستاذ حملات؟ نعم، الأوفر حظا للفوز؟ والله أنا أرى هيلاري كلينتون هي التي تفوز رغم الفارق البسيط جدا مهما يكون، لأن لأسباب عدة. فالرئيس المستقبلي له عدة ملفات، سيترك له أوباما عدة ملفات على المستوى الاستراتيجي، والرئيس الذي يأتي من أجل معالجة هذه الملفات وكم هي خطيرة جدا قد تنزلق أو قد تؤدي بالعالم إلى حرب شاملة، أقصد بذلك بحر الصين مثلا، أقصد بذلك ما يجري حاليا، هناك بعض المشاكل على مستوى العالم وتتطلب هذه تسيير هذه الملفات شخص متزن، شخص له تجربة، شخص مارس السياسة ومارس. تعتقد أن ترامب ليس متزنا؟
ترامب لم يكن له أي مسؤولية سياسية ولا حتى وظيفة عمومي، كل ما في الأمر هو رجل أعمال ورجل إعلام، فهو ينشط حصة تلفزيونية. هذا لا يعني أنه يمكن أن يترشح للرئاسة. نعم، هذا لا يعني أنه يمكن أن يكون رئيسا. لا يمنع، ولكن حتى بعض الرؤساء كانوا عبارة عن ممثلين في أفلام الوسترن. كما قلت أستاذ كريم أنه مثير للجدل، يصرح ثم يعود، يتخذ مواقف ثم يعود، ولكن الاستطلاعات لم تبعده كثيرا عن استرجع لماذا استرجع بحكاية الإيميل لهيلاري كلينتون التي استخدمتها تبع والآن الإيميلات هذه الإيميلات فيها. الآن انتهى أمرها. فأظن أن الطريق مفتوح أمام هيلاري كلينتون. أوكي، إلى قسنطينة البروفيسور عبد القادر جدي، كيف ترى هذه الانتخابات؟ البعض ممن يمني النفس من العرب يعتقد أن تغيير الرئيس في أمريكا سيغير من سياسة أمريكا الخارجية، والتاريخ يثبت أن السياسة الخارجية لم تتغير يوما حتى ب44 رئيسا لأمريكا. نعم، تبدو السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم العربي ثابتة تقريبا، يعني خاصة فيما يتعلق بالحق الفلسطيني وفيما يتعلق بالنزاعات في الشرق الأوسط وحتى الملفات الاقتصادية المتعلقة بشمال إفريقيا. فالثبات هو سمة هذه السياسة. لعل هناك ملفات كبرى تتعلق بالاتجاه نحو الشرق، نحو العلاقات مع الصين. يبدو أن إذا كنا نتوقع المرشح ترامب بدأ متطرفا، حتى نربط الموضوع الانتخابات، بدأ متطرفا. فهو في تصريحاته قال نحن سنمنع المسلمين، كانت له تصريحات متطرفة مع المهاجرين من المكسيك، وقال أنه سيبني جدار تموله المكسيك، ويعني من هذا النوع من التصريحات التي بدت متطرفة، يعني فيه تطرف سياسي. هيلاري كلينتون بدت في فترة السياسة الخارجية الأمريكية هي أقوى سياسة خارجية في العالم، وحتى الصين وبعض الدول تساهم أيضا في إعطاء الرأي في من يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك المسألة يعني شديدة الترابط. وبدت، قلت هيلاري كلينتون في فترتها بدت شيئا ما متصلبة تجاه الشرق الأوسط، وكانت ربما سمحت بالتخفيف الوطأة التوجه الأمريكي الأمني الأمريكي، مما سمح بظهور هذه القوى وصنعت داعش، لأنها متهمة هي بصناعة داعش، مش هي يعني الولايات المتحدة، بصناعة داعش في الخفاء. فلذلك نحن العرب الأمريكان هم في الحقيقة كما علمت يعني سيعطون أصواتهم لكلينتون لأنها بدت أقل تطرفا، لا ولا تهمهم ملفات السياسة الخارجية في العالم العربي التي تهمنا نحن. على كل، تحدثت عن التطرف وهو ما سيجعلنا ننتقل مباشرة إلى ملفنا الأساسي اليوم، ولكن بعد الفاصل. ملف اليوم للنقاش في برنامجنا سيكون حول المقاربة الشاملة لمكافحة التطرف وبالتالي الإرهاب الذي ينشأ من هذا التطرف. كيف لنا أن نجفف منابع الإرهاب المالية؟ كيف لنا أن نمنع التطرف الذي يطال الشباب من الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا؟ كيف لتنظيم إرهابي أو مذهب ديني دخيل؟ وكيف لأفكار ومناهج غريبة أن تصل إلى شبابنا ولا تصله غريزة الانتماء إلى بلده؟ ماذا عن الأمن الديني؟ ماذا عن البعد الثقافي؟ ماذا عن ثلاثية الأمن والسلم والتنمية؟ وكيف السبيل إلى قطع الطريق على الإرهاب والتطرف دون سلاح؟ الخروج عن المعهود من تصرفات الجماعة أو ببساطة مناقضة الاعتدال، هكذا يفسر الباحثون في علم النفس وعلم الاجتماع مصطلح التطرف. هذه الظاهرة التي تخص أساساً سلوك الأفراد ومعتقداتهم لا يحدها الزمان ولا المكان، فقد نجد في أي مكان من العالم أفراداً أو جماعات متطرفة تبقى جزءاً من مجتمعها، لكنها قد تتجزأ إذا تطور فيها التطرف إلى تعصب وتشتت ثم إلى عنف يمارسه المتطرف على نقيضه لإرغامه على تقبل أفكاره ومعتقداته، سواء دينية كانت أو فكرية أو حتى عرقية.
فالتطرف هنا يتحول إلى معضلة كبرى أصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمعات، اسمها الإرهاب. إرهاب يدوس كل المعتقدات والأفكار ويفكك المجتمعات في سبيل تحقيق مساعيه. فكيف لظاهرة سلوكية فردية أن تولد شبحاً بهذا الحجم من الخطورة؟ وهل يمكن تطويق هذه الظاهرة في حدود فرض احترام حرية الأشخاص في التمسك بمعتقداتهم وأفكارهم دون المساس بحرية الآخرين؟ أسئلة وأخرى نطرحها في برنامجنا اليوم، والبداية من تونس مع الدكتور علي العلاني الذي نرحب به في برنامجنا من جديد. دكتور علي العلاني، مرحبا بك معنا. في البداية، هل ممكن هذه المقاربة الشاملة لمكافحة التطرف؟ هل يمكن أن نختزل الزمن ونختزل الإمكانيات والسلاح عندما نكون على دراية بهموم شبابنا والمناطق المعزولة، المناطق التي تفتقر إلى التنمية على الحدود وغيرها؟ هل يمكن أن نقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة إذا أحسننا التواصل مع شبابنا؟ مساء الخير. أعتقد أنه ربما لو تسمح لي في دقيقة ألخص الأسباب التي جعلت الإرهاب يستوطن في بلداننا العربية والإسلامية. نحن مررنا في الثمانينات بحرب أفغانستان، في التسعينات بحرب الجزائر ضد الإرهاب، في أيضا التسعينات الحرب الخليج الأولى والثانية، بعد 2011 حروب ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وغير ذلك. إذن هذه الوضعية الجديدة هي وضعية مثيرة للجدل ومثيرة للشك. نحن لو تأملنا بعد الاستقلال كانت المنظومة الأمنية تهتم بالجريمة المنظمة وبالمخدرات، وبذلك أصبحت منذ الثمانينات المنظومة الأمنية تركز على مقاومة الإرهاب. ومنذ ذلك الوقت الثمانينات إلى اليوم ونحن ننفق ملايين الدولارات ومليارات الدولارات من أجل مقاومة الإرهاب. الآن وصلنا إلى الوضعية القصوى بعد 2011. هناك طيارات إرهابية احتلت المناطق، احتلت الموصل، احتلت أجزاء من سوريا، احتلت أيضا مناطق في ليبيا، وبالتالي أصبحت مشكلة لا محلية وإنما إقليمية ودولية. إذن هذه الوضعية التي تكونت بعد أو تطورت بعد 2011، هل بالإمكان كما ذكرتم في سؤالكم أن نقاومها بوسائل أمنية؟ هذا السؤال مركزي وهام. كيف يمكن أن نقاومها؟ يمكن أن نقاومها بطبيعة الحال عبر ما سميتموه بمقاربة الأمن الشامل. الأمن الشامل يعني استعمال الوسائل الأمنية واستعمال أيضا الوسائل الأخرى، أي الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والفكرية. وبالتالي أعتقد أن المطروح الآن أمام العالم العربي بشكل كبير هو مراجعة هذه المنظومة الأمنية لكي تتأقلم مع ما يسمى بمكافحة الإرهاب. نحن نكافح إرهابا ليس متجانسا، هناك القاعدة وهناك داعش. نعم. وهناك تنظيمات تابعة يعني حليفة لهما مثل أنصار الشريعة وغير ذلك. إذن فتلك المقاربة الشاملة تقتضي عدة شروط. أولا تقتضي أن نفهم هذه التيارات الإرهابية، وثانيا تقتضي أن نعرف كيف ما هي المداخل التي يمكن أن نستعملها لمحاصرة الظاهرة الإرهابية. وهنا نجد التجارب عديدة. الجزائر كانت لها تجربة، وهذه التجربة كانت ناجحة في تصديها لخطر الإرهاب، ولكن بعد أن دفعت ثمنا كبيرا بعشرات الآلاف من الضحايا. وبالتالي أعتقد أن المطروح على الدول العربية أن تقوم أولا بدراسة هذه التجارب، سواء التي وقعت في الجزائر أو في السعودية أو التي تحصل الآن في العراق وغير ذلك. إذن لابد من دراسة هذه التجارب ومعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة فيها. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن مقاومة الإرهاب، أول ما يتبادر إلى ذهننا
بعد الوسائل الأمنية التي هي ضرورية لمعناها ضرب هؤلاء الإرهابيين، ولكن عندما نضرب الإرهاب في جذوره وليس في أشكاله الخارجية نكون بحق قد تقدمنا أشواطا. هذه الجذور ما هي هذه الجذور؟ هذه الجذور هي جذور فكرية واجتماعية بالأساس، وأكاد أقول أن 50% من مشاكل الإرهاب تعود إلى الجانب الاجتماعي. واضح. وال50% الثانية المتبقية تعود إلى الجانب الفكري وإلى الجانب التعليمي والخطاب الديني وغير ذلك. أوكي. واضح. فقط دكتور لو سمحت عندما أعود إليك انظر إلى الكاميرا حتى نراك جيدا ونستمع إليك جيدا أيضا. دكتور إدريس عطية، كلام مهم جدا، فهم التيارات، معرفة المداخل لمحاصرة الجماعات المتطرفة، ضرب الإرهاب في الجذور وليس في الشكل، معرفة هذه التيارات كيف تفكر وكيف تخطط وكيف وصلت إلى الشباب حيث نحن لم نصل، ما رأيك في هذا الكلام؟ نعم، بطبيعة الحال أبدأ من حيث انتهيت من متغير الشباب، لأن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا سواء للتطرف الذي بدوره يرتبط بمتغيرات أخرى، لأن مسألة التدين والتعصب شعرة فارقة بينهما، والتعصب والتطرف وجود شعرة أخرى، لكن كيفية الانتقال من التطرف إلى العمل الإرهابي، لأن التطرف يجسد ذاك الفكر، بينما العمل الإرهابي هو استخدام العنف لتحقيق هذه الأهداف السياسية. في عالمنا العربي نعم وفي كل العالم يتم دائما وضع الشباب كغنيمة، خاصة الشباب الذي يعاني من حالة الفراغ الروحي، الفراغ العاطفي، الفراغ الوجداني، من أجل إملائه بأفكار تطرفية، إملائه بأفكار تولد العنف، وربما تمنيه أو وضعه في صورة تظهر أنه البطل أو أنه الفاعل أو أنه الناضج الموجود في هذا العالم. كيف يصلون إلى الشباب ودول لم تصل؟ كيف تصل؟ كيف تصل جماعات إلى أن تجند شابا والدولة لا تصل إلى تجنيده حتى في فكرة صغيرة في قرية صغيرة؟ في منطقة ما. نعم، هي هنا نعود إلى أن الدول ليست على أرضية واحدة، فهي تختلف. هناك الدول التي ربما ترافق الشباب وفق مقاربة شاملة. اليوم الشباب في العالم العربي هو موجود بين ثلاث اتجاهات، إما أن يكون شباب يتناول المخدرات ومن فئة المحششين بامتياز، أو الشباب الذي يركب البحر ويموت في زوارق الموت، أو الشباب الذي يتجه نحو الإرهاب ليملأ ذهنه بأفكار داعشية وأفكار تطرفية ضد الدين، بل لجعله وسيلة لمسخ هذا الدين، هذا الدين الذي ركز على الاعتدال والوسط. إذن ابقى معنا. نعم. دكتور إدريس عطية، سأعود إليك لنكمل الفكرة لأنها هامة. مشاهدينا برنامج في دائرة الضوء معكم على الهواء مباشرة من تلفزيون الجزائر، سنعود إليكم بعد قليلة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الأمن الديني والمقاربة الشاملة لمكافحة التطرف في برنامجنا اليوم. كنا قد توقفنا مع دكتور إدريس عند الشباب الذي يختار الحرقة أو الذي يختار المخدرات. نعم. هذا الشباب أيضا يجب أن نصل إليه حتى وإن كان اختياره خطأ. نعم، الوصول إلى هذا الشباب هو وفق مقاربة شاملة، نعم، لكن من خلال مجموعة من المراحل. لابد من تنشئة اجتماعية وسياسية في المستوى تربط هذا الشاب بمجتمعه وتربط هذا الشاب بوطنه، ثم لابد من وجود مرافقة سواء في العملية السياسية، لأن الديمقراطية التي تفتح الباب وتفتح كذلك المجال لمشاركة الشباب سياسيا من خلال إدماجهم في العملية السياسية، ومن خلال كذلك إعطائهم الضوء الأخضر ليكونوا صانعي قرار بامتياز، إضافة إلى العامل الآخر وهو اقتصادي الذي يرتبط بتوفير ظروف العمل لهؤلاء الشباب المتعلق بالاقتصاد وتنمية. نعم. المناطق الحدودية. السيد العقيد، الإرهاب الذي يقاومه الجيش ومختلف القوات الأمنية، قد تكون الفاتورة أقل بكثير لو كان عمل قبل الجيش متعلق بالأفكار، متعلق بالوصول إلى الناس، متعلق بمنع هذا الفكر المتطرف من الوصول إلى الناس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستاذ كريم، صحيح لو كان عمل قام به جهات معينة قبل إقحام القوات المسلحة في محاربة ظاهرة الإرهاب لما كلفنا يعني على الأقل تقليص فاتورة الخسائر المادية وكذلك خاصة الخسائر البشرية، فافتقدنا الكثير من الجزائريين من الطرف والطرف الآخر بدخولنا أقول في مكافحة الإرهاب. ولم تمر الجزائر في التسعينات، للتوضيح فقط، لم تمر الجزائر في التسعينات بحرب كما ذكر الأخ من تونس. فظاهرة التطرف أو العنف أو الإرهاب، لأن التطرف بمختلف أشكاله هو مقدمة للإرهاب، فيجب أن يدخل في إطار استراتيجية شاملة. هذه الاستراتيجية الشاملة التي تبنى من قبل الدول ندرس فيها ماذا نستطيع أن نقوم به من الناحية السياسية حتى نتفادى للشاب الجزائري أو غير الجزائري من الإخوة العرب أن يتفادى أو لا يدخل في صدام مع دولته ولا يدخل في ضمن دائرة التطرف التي قد تجر به إلى استعمال العنف والقوة. إذن كذلك من الجانب الاقتصادي، ما هي الحلول المناسبة لهؤلاء الشباب من أجل حمايتهم من قبل الإرهاب، من قبل الجماعات الإرهابية المعروفة حاليا والتي تغريهم بالأموال وتزرع فيهم أفكار لا تتماشى المجتمع الجزائري، أفكار غريبة عن المجتمع الجزائري، أفكار بعيدة وعقيدة بعيدة وتفسير خطأ للدين الإسلامي. فمن أجل حماية هؤلاء الشباب يجب من حلول اقتصادية لهؤلاء، يجب من خلق مناصب شغل لهؤلاء، يجب حمايتهم من الجريمة المنظمة العابرة للقارات حتى يكونون في ارتباط وعلاقة وتواصل مع هذه الجماعات قد تؤدي بهم كذلك إلى الاندماج. وهو عمل ليس للدولة فقط، عمل يتحمله المجتمع. يتحمله الإمام. يعني جاي أستاذ كريم إلى المجتمع. جاي أستاذ كريم إلى المجتمع. ندخله في الشق الاجتماعي.
لأنه في المجال السياسي هناك دور ثقافي، دور لوزارة الأوقاف، دور للإعلام حتى لا نروج للإرهاب، بل نشرح وفي حصص توعوية تلفزيونية وإذاعية وخاصة المكتوبة التي في بعض الأحيان تحرض وتروج إلى الانفجار في الجزائر، وشاهدنا ذلك في عدة جرائد التي نطلب من الله عز وجل أن تعود إلى الصواب. فكثير من المرات نقرأ على أن الشباب على أبواب الانفجار وغير ذلك، لأنه الكل له دور في مكافحة التطرف، الكل له دور في مكافحة الإرهاب. فاستعمال القوة أو استعمال الجيش الوطني الشعبي هو المرحلة الأخيرة. إذا لم تنفع السياسة والاقتصاد والدور الاجتماعي وبعض الفواعل الاجتماعية وبعض الأحزاب السياسية، لم تفلح في الوصول إلى حد أو إلى توقيف التطرف إلى أن يصل إلى 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 إلى, طيب. إلى الإرهاب. حتى نبقى في نفس الفكرة أستاذ، نعم، مع البروفيسور عبد القادر جدي. الآن الأستاذ رمضان حملات تحدث عن الأمن الديني، وأتذكر تصريحا يوم الخميس لوزير الشؤون الدينية والأوقاف تحدث فيه عن مؤامرة ضد الجزائر، وقال هناك مذاهب تحاول اختراق الجزائر. أوكي، هناك مذاهب، ولكن ماذا فعلنا نحن لصد هذه المذاهب؟ لا أتحدث عن الحكومة ولا أتحدث عن الدولة، أتحدث مثلا عن الأئمة. هناك من يعمل، ولكن هناك أحيانا مواعيد لصلاة الجمعة تمر مرور الكرام، لنكون صرحاء، حتى وإن كان الآلاف في المساجد. هناك مواضيع ربما لا تكون مناسبة حتى للحدث الذي يعيشه ذلك المجتمع أو ذلك الإنسان أو ذلك الشاب في قريته أو في مدينته. ماذا كذلك عن بقية الفواعل؟ ماذا عن البقية من ممثلين، من مثقفين، من إعلاميين؟ العمل كبير، خصوصا أن الدكتور علي علاني تحدث عن الجذور. لماذا هم يا دكتور ينجحون حيث لم ننجح نحن في الوصول إلى شبابنا؟ الحقيقة أن التطرف، دراسة التطرف والغلو دراسة سليمة، هي مقدمة للإجهاض على الإرهاب، لأن الإرهاب هو نتيجة تطرف، هو سلوك مسلح لخدمة فكرة. يمكن أن نواجه الإرهابي بقتله، لكن الفكرة تستمر. انظر إلى القاعدة كم ضربت، وبعدين جاءت داعش، وداعش هي فكر إرهابي متطور احتل الأرض. تكلم الوزير عن تصدير النحل، يعني الآن المجتمع مفتوح، ونحن ينبغي أن نتحدث عن الأمن الإلكتروني، الأمن صحيح في الإنترنت، كيف ينبغي، والأمم المتحدة وكثير من الدول تتسابق من أجل الظفر بكلمة تتعلق بالإرهاب لمحاسبة المتسببين أو للقبض عليهم. تصدير النحل، طيب نحن الآن تحدثنا عن الأحمدية القاديانية، كم من حصة في الإعلام بيّنت خطورة هذه النحلة؟ تحدثنا عن محاكمات في منطقة سكيكدا، وتحدثنا عن فراغ قانوني، نحن ذكرنا صحيح أنه فيه فراغ قانوني في هذه المسألة. الناس إنما حكموا بسبب تشكيلهم لجمعية وجمع الأموال، مش بسبب النحلة. النحلة ما فيش حساب قانوني، فيه فراغ قانوني في هذه. هل ناقشنا نحن، هل أتيحت لنا هذه المناقشات أن نتحدث عن الفراغ القانوني وأن نعرف المسألة في الإعلام؟ أخي كريم، أين الدكاترة والفقهاء الذين يتصدون في الإعلام لمعالجة هذه المسائل؟ من؟ أين هم في قيادة الوعي الديني؟ احسبهم لي واحد واحد. أين هم في توعية المجتمع المتخصصين؟ أين هم الفقهاء؟ أين هم الذين يتحدثون عن التشيع، يتحدثون عن الأحمدية، يتحدثون عن سير النحل؟ والنحل هذه كثيرة صحيح جدا، صحيح معك حق، قديمة أم حديثة. كيف يصلون إلى الشباب؟ المسألة الآن حينما نتحدث لابد أن يعلم الناس أن كثير من الشباب يجهلون الفرق بين الغلو والتدين الأكمل. التدين الأكمل، كيف يكون الإنسان متدينا تدينا كاملا ولا يسقط في الغلو؟ هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه واحد من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وهو فقيه، ما هو الشاب عادي، يعني شاب سيصير فقيها. قال له أنا يعني أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام ولا أتزوج النساء، هذه رواية عنه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، وللآخر قال: فمن رغب عن سنتي. يأتي شخص آخر من عامة الناس يقول له: إنك لم تعدل. يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجهه النبي بشيء من التعليم ولم يوجهه بالعنف. فالمسألة الخلط بين التدين الأكمل والإرهاب هذا موجود بسبب ضعف الثقافة الدينية. المتصدين للثقافة الدينية لا ينبغي أن يكونوا في الجامعات والمحاضر العلمية فقط، ينبغي أن يكونوا في الإعلام كما هو الشأن في أوروبا، في فرنسا كبار الفلاسفة والمفكرين يستولون على الإعلام من أجل توجيه الرأي العام المفروض تنمية المواطنة وتحبيب المجتمع الفرنسي والعلمانية الفرنسية وإن كانت متطرفة. يعني حتى دكتور يا دكتور، حتى للأسف الشديد حتى النقاشات التي تدور بين العلماء وبين المختصين تبقى داخل القاعات التي يجتمعون فيها. يعني الكثير من التوصيات تخرج من هنا وهناك، ملتقيات ما شاء الله كبيرة وتصرف عليها أموال كبيرة، لكن تبقى توصيات أين هي من الشارع؟ أين هي من الناس؟ أين هي من الواقع؟ هذا هو السؤال المطروح. نعم، نحن في نترك الفرصة للآخرين لكي يصلوا إلى الشباب، نترك الفرصة للآخرين من أجل خلق خلايا نسائية أو خلايا شبابية أو خلايا رجالية سواء كان داخل الجزائر أو خارج الجزائر، من أجل هؤلاء الشباب المحبطين الذين في مشاكل نفسية أو مشاكل اجتماعية. لأنه من الخطأ ربط التطرف بالدين فقط. حوالي في دراسات عراقية حوالي 70% من الإرهابيين العراقيين إنما هم يشتغلون موظفين، يرون أن هذا مسألة مكسب. حوالي 70% من المنخرطين في الإرهاب هم جهلة بالدين، وكذلك قد تبين هذا في الفترة الأخيرة أن أكثر المنخرطين هم إما أسباب اقتصادية أو أسباب إحباطية أو مرضى نفسيين. يعني مش 3% فقط في بعض التقارير هم من لهم معرفة دينية. المعرفة الدينية يا أخي كريم، المعرفة الدينية اللي هي الأهم، اللي هي الأهم، من أين يتلقاها الشاب؟ أنا كنت سأحضر كتاب يتعلق بالتبديع، نشره يعني أستاذ جزائري. كل من يخالفك في الرأي فهو مبتدع، يجب أن تهجره. مسألة التكفير، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتالك لأخيك المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المؤمن كفر. وهو يقول في الآية الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالكفر هنا مش هو الكفر المخرج عن الملة، يأتي بأربع معاني في القرآن الكريم. يعني يمكن أن يوصف المؤمن بأنه مؤمن ومنافق، وبأنه مؤمن وكافر إذا فقد بعض الأعمال. يعني الكفر مش هو كل المخرج عن الملة. أين هذه المعلومات من المنظومة التربوية؟ هذا هو السؤال. حتى لا يشعر الإنسان. هذا هو السؤال. على كل أنت تطرقت لنقاط كثيرة، علينا أن نتحدث أيضا بصراحة وأن يتحمل الجميع المسؤولية. هذه ليست مهمة وزارة الشؤون الدينية فقط، هذه مهمة الإعلام، مهمة الجامعة، مهمة المدرسة، مهمة الجميع. سأعود إليك بروفيسور، إلى تونس، إلى الدكتور علي علاني. دكتور، تحدث الدكتور جدي عن الأمن الإلكتروني، الإرهاب. أنت تحدثت عن القاعدة وجماعات إرهابية كثيرة، لكن الإرهاب اليوم اختلف، ليس ذلك الإرهاب الذي نرى اللحية والقميص. اليوم الإرهاب عصري إن صح التعبير. الإرهاب هناك رجل يلبس بدلة جميلة، وقد تجد ساعة ذهبية في يديه، قد تجده يتحكم بشكل غريب في الإنترنت وفي مواقع التواصل، تجده يعلم ماذا يريد. كيف نجابه هذا النوع الجديد من الإرهاب؟ يعني أولا يجب أن نعرف أن الإرهاب الإلكتروني أصبح في نظر عديد التقارير الدولية الخاصة بالإرهاب يشكل تقريبا 60% من النشاطات الإرهابية التي تقوم بها داعش أو القاعدة وخاصة داعش. هذا الإرهاب الإلكتروني أو التواصل الإلكتروني بين الإرهابيين هو أولا سهل من حيث توفر تلك الوسائل، وثانيا بإمكان الذين يقومون بانتداب وبتجنيد هؤلاء
الإرهابيين أن يقدموا لهم المادة المناسبة بالنسبة لهم. المادة المناسبة يعني الآيات والأحاديث والمقالات التي تساهم في غسل أدمغتهم. ثانيا، أعتقد أنه وراء الإرهاب الإلكتروني هناك خلايا نائمة تربط بين الذين يتصلون إلكترونيا بعضهم ببعض وبين الخلايا النائمة أو الغير مرئية أيضا التي تقوم بالتنسيق. ونجد مثلا أن في شمال إفريقيا حوالي 65% من العمليات الإرهابية كانت تتم عبر هذا التواصل الإلكتروني. لماذا التواصل الإلكتروني سهل؟ لأن في ذلك التواصل الإلكتروني هناك دروس من أجل غسل الأدمغة يقوم بها خبراء مختصون، وهؤلاء الخبراء لهم طريقتهم في النفاذ إلى عقول الشباب. هذا الشباب الذي لا يملك من الثقافة الدينية إلا القليل، واسمح لي أن أقول ربما أختلف بعض الشيء مع ضيوفك الكرام، المادة الدينية التي نقدمها لأبنائنا في المدارس وفي الكليات وحتى في وسائل الأعلام هي مادة وعظية، وهذه المادة الوعظية ليست كافية لوحدها أن تتصدى للأفكار الهدامة. فهناك ما يسمى بعلم مقارنة الأديان، وهناك أسلوب ربما يتجاوز الجانب الوعظي لإقناع ذلك الشاب بفساد أفكار تلك التيارات الإرهابية. دكتور علي علامي، أعتقد أن التيارات الإرهابية تنهزم بثلاثة أشياء. أنا أتفق معك في هذه النقطة. لماذا؟ لأنه الدين لا يجب أن يغلف يعني بشكل الوعظ. أنا معك 100%. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى من يتحدث من علماء الدين بلغة الشعب، بلغة الواقع، بلغة الألم الذي قد يعانيه طرف ما في البلد. يعني لا نريد أن الوعظ والإرشاد وفقط يجب يجب يجب. حتى الشباب أحيانا يمل ويصاب بنوع من الخيبة عندما تأتيه بعض المواد وكأنها قوانين، يجب أن تفعل كذا، يجب أن لا تفعل كذا، هذا حرام وهذا حلال. نحتاج إلى من يعلم كيف يخاطب الرأي العام من العلماء ومن من أهل الدين والفقه والذين يستطيعون مخاطبة الجماهير. واصل دكتور. سيدي الكريم، لو أخذنا بلداننا ومحافظاتنا في الأرياف وفي المدن، ماذا تفعل دور الثقافة؟ ماذا تفعل دور الشعب؟ إذن هذه الدور كان عليها أن تقوم بواجب تأطير هذا الشباب. الشباب نؤطره من الناحية الدين، ليس أن تعطيه فقط القواعد الفقهية، الدين أن تعطيه أن الأخلاق والقيم. فعندما تقول له أن العمل عبادة، وليست العبادة في أن يقرأ كم من حزب من القرآن، هو جيد أن يقرأ أحزاب من القرآن، ولكن لا نقدم له المادة الدينية على أنها عمل مباشر بالعبادات. هناك أشياء كثيرة، وأن حب الوطن هو من الإيمان، وأن العمل هو عبادة، وأن التضامن الاجتماعي وعدم بيع أسرار البلاد هو أيضا يدخل في صلب القيم الدينية السليمة. لو نستطيع أن نبلغ هذه الأفكار إعلاميا، لو تقوم دور الثقافة ودور الشباب بتحقيق الخدمات الدنيا لهذا الشباب، لأن الإرهاب في الحقيقة هو يمس هذه الفئات الشبابية، لو يجد الشباب الحد الأدنى من خدمات الاجتماعية، من الترفيه، من الكتب المسلية، وأيضا من التكوين السليم. نحن العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية لم تعد تدرس للشعب العلمية في كلياتنا وفي معاهدنا، وهذا هو خطأ كبير. ولهذا عندما تنظر إلى قيادات التيارات الإسلامية، سواء كانت الإسلام السياسي أو التيارات المتشددة، تجد أن خريجيها أكثرهم من الشعب العلمية. انظر إلى الظواهري، انظر إلى غيره من هؤلاء، أكثرهم مهندسون وأطباء. أي أن نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية قليل جدا، وبالتالي هذا الشاب الذي يدرس ويتخرج في الطب أو في الهندسة لا يعرف شيئا عن
عن الثقافة العامة وعن التيارات الفكرية في بلاده وفي العالم. هذا يدرس في أوروبا ولكنه لا يدرس عندنا. وبالتالي أقول أن المقاربة هي مقاربة شاملة، يجب أن نعيد النظر جذريا في برامجنا التعليمية. واضح، ابقى معنا دكتور. دكتور إدريس عطية، أنت من ولاية حدودية، أنت أستاذ بجامعة في تبسة بولاية حدودية، وتعرف وجلت عبر المناطق الحدودية وتعرف معاناة بعض المناطق الحدودية. أي نعم، رفعت الجزائر وتونس وحتى ليبيا ذات مرة في لقاء أغدامس وحتى في لقاءات متعلقة بدول الساحل ثلاثية الأمن والسلم والتنمية. نعم. لكن كم سهل أن تجند شابا في منطقة حدودية معزولة محرومة في جماعة إرهابية؟ المناطق الحدودية هي سيف ذو حدين، فيمكن أن نجد الشخص الذي يعيش في منطقة حدودية يعتز بوطنية كبيرة جدا، لأنه يعلم أنه الخط الدفاعي الأول عن البلد من خلال تواجده في هذه المناطق الحدودية، ويقتنع قناعة كاملة بما هو موجود وما هو متصور له سياسيا. نعم، الوقت ويمكن هناك الملموس. نعم، يمكن أن يكون هذا الشخص الموجود على خط الحدود أن يستغل في اتجاهات أخرى ضد وطنه، ويكون فريسة سهلة سواء للدواعش أو لغيره. المصيبة أنه قد يشعر أنه بانضمامه إلى أي جماعة متطرفة يخدم الوطن، هذه المصيبة الكبرى. المصيبة هو أنهم يوهمونهم أنهم على حق. هنا موضوع التطرف لابد أن ننتبه، لا ننظر فقط لذاك التطرف الإسلاموي الذي يبنى على الغلو في الدين أو على الفهم الخاطئ، لأنه الإشكال في كل هؤلاء المتطرف أغلبهم هم أنصاف متعلمين وليسوا متعلمين. صحيح. ربما الجاهل قد يحافظ على الأقل ببساطته على وطنيته، لكن أنصاف المتعلمين هؤلاء هم الذين يذهبون إلى أبعد الحدود. لابد أن نبحث على أولئك المتسيبين أيضا من الدين، لأنه اليوم لدينا الكثير من الماسونيين، لدينا شباب الهيب هوب الذي ذهب إلى أبعد من ذلك، وأصبحنا نتحدث عن عبدة الشيطان وموجودين في الجزائر. قبل أمس وجود في حفل فاضح وساخر من التقاليد الإسلامية في مدينة طهران. الكثير من الشباب اليوم يتجه إلى طقوس وإلى تقاليد، ويؤمن ربما بإيماءات بإحاءات بحركات بلباس غريب. نعم، الطبيعة تأبى الفراغ. نعم، تصرفات غريبة في المجتمع الجزائري. نحن في حاجة إذن إلى إعادة تجديد الخطاب بكل ما فيه. تعترف أن الخطاب الديني كلاسيكي عندنا وعظي أكثر منه طبيعة الحال، يعني حتى في المساجد، يعني إمام لديه 3,000-4,000 مصلي، هل من الطبيعي أن يتحدث عن أمر وقع في 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 أزمنة مرت دون أن يسقط ذلك على واقع اليوم؟ نحن نحتاج إلى قراءة. أحيانا تجد المصلين ينامون في صلاة الجمعة، هذا حقيقة يجب أن نقولها. لابد من تجديد الخطاب على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني. نعم، أنا أوافق على ضرورة هذه المقاربة التشاركية التي تجمع بين المسجد والشارع وكل الفواعل، حتى المجتمع المدني يتحمل مسؤولية، حتى الأحزاب السياسية. حتى الأحزاب السياسية. نعم، تتحمل مسؤولية. ولا مرة إلا ربما القلة القليلة رأيت رجلا سياسيا من الأحزاب، سواء أي أحزاب، سواء موجودة في الحكم في البرلمان. نعم. أو تلك المعارضة، لم أجد سياسيا واحدا يتجول في المناطق المعزولة أو يتحدث إلى شباب محرومين في منطقة. نعم. في يوم من الأيام لم نجد ولا. نعم. يوم إلا قلة قليلة حتى لا نظلم الجميع. نعم، المسؤولية هي مسؤولية الدولة أولا، يتقاسم معها المجتمع بكل أطيافه، سواء كان مجتمعا سياسيا من خلال الأحزاب أو مجتمعا مدنيا من خلال هذه الجمعيات الثقافية، ثم نتحدث كذلك على دور المسجد ودور هذه النوادي. وتبقى دائما الأسرة هي المحور الأساسي، هي الخلية الذي الأولى. يحافظ على أبنائه ذكرانا وإناث. الأسرة. نعم. الآن معرضة إلى التعرية إن صح التعبير في مقوماتها وأصالتها. نعم. الأسرة في مواجهة الفيسبوك، الأسرة في مواجهة تويتر، في مواجهة اليوتيوب، الأسرة، الناس أصبحت تصور منازلها وأين تأكل وأين تنام. السؤال اليوم، حتى نبقى دائما في مكافحة التطرف، سيدي العقيد، نقطة مهمة أشار إليها الدكتور علي علاني، أن زعماء هذه التنظيمات من الجهلة في الغالب، يعني ليس من المتعلمين، وليس ممن لديهم دراسات، وليس حتى ممن درسوا الشريعة أو درسوا الفقه. كيف تفسر هذا؟ هل عندما كنتم تحاربون الإرهاب، يعني وفي دراساتكم حول الجماعات الإرهابية، لأنك لمست ذلك ميدانيا، من الذي يتحكم في هؤلاء؟ طبيعة الشخصيات التي تتحكم في هؤلاء؟ أولا الأستاذ كريم، أنا أرى لفهم هذه الظاهرة ظاهرة التطرف، لأنه التطرف ليس ولد اليوم، إنما هو قديم في التاريخ. فهناك العديد
من المفكرين والفلاسفة والشعراء والعلميين تم قتلهم وسجنهم ونفيهم بمجرد أنهم أتوا بأفكار تختلف عن الأفكار التي كانت تسود تلك المجتمعات. ونذكر ابن رشد، ابن سينا، غاليلي، لافوازي، واسمه جون جاك روسو وغيرهم من هؤلاء الذين تم قتلهم ونفيهم. إذن لفهم هذه الظاهرة يجب على السياسي أن يدرسها بمناهج مختلفة. نعود إلى المنهج التاريخي لفهم هذه الظاهرة والأحداث التاريخية التي حدثت على مرور الأزمنة حتى نحفظ في هذا المجال. ثم المناهج منهج المقارنة، نقارن بين التطرف في القرن الثاني عندما قتل ابن المقفع وما يحدث اليوم، هل هناك تقارب، هل هناك مقارنة حتى نفهم هذه الظاهرة فهما جيدا. وإذا فهمناها فالحلول عند السياسي تكون صحيحة وجيدة. عودة إلى سؤالكم، صحيح أنه حتى في التسعينيات لما كنا نحارب الإرهاب تقريبا أغلبية، أقول 90% من الأمراء على المستوى الوطني أو الجهوي من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. كيف تفسر هذا؟ وأعطيكم أسماء عديدة. كيف تفسر هذا؟ أفسر هذا لأنه الإرهابي أو الشاب الذي جند بقناعة أنه يجب أن يمتثل لأوامر ولي الأمر منه فمهما كان مستواه الدراسي. فالكل يتذكر أن التيار الذي قام بعملية المطار فهو تيار متكون ومن العلميين، هو ليس من الشعب الأدبية أو ولكن المسؤول عنه كان إنسان لا يقرأ ولا يكتب، ليس له مستوى جامعي وليست صحيح. له شهادات جامعية. هذا يمكن قناعة الذي دخل ضمن هذه التنظيمات أنه يمتثل للأوامر التي تأتيه أفقيا مهما كان الشخص الذي يقود تلك التنظيم أو تلك الفصيل. فهذه قناعة، هذا واحد. اثنين، كذلك يمكن أن الأشخاص الذين يفكرون على المستوى العمليات والاستراتيجي متعلمين، فلا يمكن أن اليوم نرى اليوم ما يحدث اليوم في المعارك التي انتقلت من الأماكن المفتوحة عندنا مثلا في الجزائر إلى الأماكن المأهولة بالسكان. فهذه الأماكن مجهزة وصعوبة التعامل معها صعب جدا من الناحية العسكرية. أنا لا أظن أنه إرهابي لا يفقه شيئا في العسكريات أنه يفكر في قال لكم لي باتاي دون لي زون أوربان. وبالتالي المفكرين أو الكبار هذه المؤسسات الإرهابية أظن أنهم من المتعلمين ولكن غير موجودين في الميدان، فيقودون عن بعد ويخططون عن بعد للأعمال العسكرية أو الإرهابية في منطقة معينة سواء كان في سوريا أو العراق أو ليبيا. قد يقول قائل حتى وإن لم يتعلموا حتى وإن لم ينالوا شهادات من كبريات الجامعات ومن معاهد الشريعة إلا أنهم يعرفون كيف يخاطبون الناس. لا يعرفون كيف يقاتلون، هذه بالتجربة. أنا أتحدث عن قياداتهم. نعم، حتى أتحدث عن القيادات وأتكلم عن التجربة الجزائرية. أنا أعطيك عدة أمثلة وأنا عملت كثيرا في المنطقة الغربية. لا يريدون أن يجابهون، فهما دائما يهربون من المواجهة إلا إذا تحتم عليه القتال فيقاتل إلى الموت. هذه كذلك قناعة أنه يحمي القائد ويحمي الأمير حتى ولو يضحي بنفسه. أما المواجهة فلا، عندنا في الجزائر أتكلم عن هذا الذي يحمي الأمير حتى ولو ضحى بنفسه، كيف نجعله يحمي البلد حتى وإن ضحى بنفسه بدل الأمير، بدل أن يحمي الأمير؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا دور الجميع، هذا دور السياسي، دور الاقتصادي، دور الفاعلين الاجتماعيين. يجب علينا أن ننشط وننشط كذلك على موائد مستديرة كهذه. ما يجب أن كسكي الفوترونس متروجين ألجيريا حتى نتفادى التجنيد. علينا أن نسمع أيضا الشباب، علينا أن نسمع الشباب. لا يجب أن نعامل الشباب كمتلقي. دعني أعود إلى المساجد. لماذا اليوم؟ لأنه الإمام
يأتي بخطبة جمعة من الانترنت ويلقيها في المسجد. ليس الكل ولكن ليس الأغلبية. الكل ولكن الأغلبية. صحيح صحيح. وليس له هدف توعوي وليس له رؤية من أجل مشاركة الدولة أو السلطة في مكافحة ظاهرة التطرف ومكافحة ظاهرة الإرهاب. ولذا يجب من مراقبة على المستوى الأعلى من وزارة الأوقاف أن توجه الأئمة في اتجاه خطاب ديني توجيهي توعوي. يخدم القدرة على مخاطبة الناس. في هذا القدرة على مخاطبة الناس مهمة يا دكتور. القدرة على مخاطبة الناس. بروفيسور عبد القادر الجدي، ما رأيك أن تقدم لنا حلولا؟ أنت وضعت يدك على الجرح، نريد بعض الحلول. نحن كما أنتم، نحن إعلام، أنتم من المحللين السياسيين الذين يمكن أن يقدموا حلولا عملية. أنت على المباشر، ما الذي تقترحه في هذا الإطار؟ هذا سؤال صعب، صعب جدا إلى هذه الدرجة. لأنه في الحقيقة سيقولون عنا أنتم تتحدثون عن الداء ولا تقدموا الدواء. أريد أن أكسر الحلقة التي هي بين التطرف والإرهاب. الإرهاب له خسائر كثيرة. التطرف هو الحالة النفسية، حالة مرضية، حالة يرى فيها الشاب أنه محبط وأن المثال الذي يتمناه لم يصل إليه. هنا يكون العلاج أن ننبه الناس إلى الفرق بين التظلم والمنازعات والتطرف والقتال. أن نفقه الناس. أنا مستعد إذا كان طلبت حلول. الدول المهمة تنشئ مراصد لاقتناس الأفكار التي السلبية التي ربما تكون ظاهرة في مجتمع ما، فتقوي الحلقة الواصلة بين التطرف والإرهاب. نحن مستعدين للعمل. أنا مستعد للعمل في حصة إعلامية أسبوعية لرصد أفكار التطرف، لمعالجة هذه الأفكار الخاطئة التي تتلقى من جهات خاطئة. هذه الأفكار التي تكسر هيبة علماء الدين، هذه الأفكار التي تكسر حلقة المرجعية، هذه الأفكار التي تؤدي إلى تسويق النحل والاتصال بالشباب، هذه الأفكار التي تجعل الأزمات الاجتماعية مبررة للإرهاب. لأنه الآن لما نشوف، نعود إلى موضوع ترامب. ترامب كان متطرفا، وعلى فكرة ربط التطرف بالدين هذا واحد من الأخطاء. فيه تطرف تشريعي، قانون جاستا وغوانتانامو هذا تطرف تشريعي. ترامب كان متطرفا في خطابه السياسي، لكن كيف كشف تطرفه؟ بالحوار، بالحوار السياسي، في حوار مجتمعي، في حوار. بمعنى هل نفهم من كلامك يا دكتور، هل نفهم أنك تحاول الآن أن يعني قال تعالوا إلى مناظرات، إلى حوارات مباشرة، الذين يدعون مذاهب وأفكار لنتناقش، لنتحاور على المباشر، والذي يحمل فكرا غير صحيح سيظهر للناس وسيكون ذلك واضحا. لكن علينا أيضا أن نختار من سيحاور هؤلاء ومن المتمكن من محاورة هؤلاء. لا، ندع الحوار العلمي، لا نجعل له ضوابط. أنا مستعد، أنا أعلن من هنا أنني مستعد لمناظرة كل الأطراف، كل الأطراف، الأطراف السلفية، الأطراف القاديانية، الأطراف الشيعية، كل الأطراف الموجودة في المجتمع والتي تجد لها تمثيلا، أو أطراف الغلو، مناظرات علمية. دكتور، يا دكتور، دكتور، هذه المذاهب، دكتور، هذه المذاهب كانت موجودة منذ زمن بعيد، لكنها في الفترة الأخيرة وزير الشؤون الدينية قال الخميس أنهم يريدون اختراقنا. قال نحن مخترقين من طرف مذاهب، تحدث عن الأحمدية، تحدث عن الشيعة وغيرها من المذاهب، موجودة في الفيسبوك، تجد في الفيسبوك مجموعات للشيعة، مجموعات للأحمدية، ويعني مجموعات مناظرات يتناظرون في الأفكار. أنت تدخل على أساس أنك تناظر، فتجد نفسك مستميلا إلى هؤلاء بطريقة ذكية. أين نحن من الفيسبوك؟ أين نحن من التواجد كعلماء، كمختصين في الفضاء الأزرق؟ الإعلام أخي كريم، الإعلام هو السلطة الرابعة، هو قوة كبيرة للتثقيف وتوجيه الرأي والتحذير من هذه الخزعبلات، هذه الأفكار لا يعرفها الناس، يعني الكثير. هذا
البيرزا غلام هذا كان مريضا بكثرة التبول، هذا إنسان كان يعني ادعى تلاميذه أنه نبي، وكان يقول الله يحدثني، وكان لا يعرف حتى تاريخ وفاة أب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أنه ولد وتوفي بعده بثلاث أشهر وأمه توفيت بأربعة أشهر، يعني كلام لا يعرف حتى الأبجديات. فالحوار العلمي يا دكتور، يا دكتور أنا لا أروج لو سمحت، لا أروج للمذهب، لكن كيف تفسر أن هناك طبيب وهناك محامي وهناك أستاذ جامعي من هذه الطائفة الأحمدية؟ يعني كيف استمالوا هؤلاء من النخب؟ المفروض أستاذ جامعي ليس سهلا أن تقول له هذا ميرزا كان نبيا، أليس غريبا؟ سهل 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 جدا إذا تم التواصل مع كما قال أستاذ علاني مع من لم يتعلم شيء من العلوم الاجتماعية والتقويمية التي تقوم الأفكار وتدرس الأفكار. سهل جدا أن يشعر بعض الجزائريين يشعرون بالتمايز وبأنه موجود وبأنه هنا وبأنه يمكن أن يصير ندك أنت الذي درست 30 أو 40 سنة، هذا سهل ولكنه قليل ويمكن التحكم فيه. هذا يحتاج فقط إلى حوار، يحتاج إلى شوف أنا أركز على الإعلام، الإعلام قوي جدا أخي كريم، ويمكنه أن يحل الكثير من المشكلات. الشباب الذي لا يجد وظيفة، الشباب البطال، الشباب الذي لا يجد وسائل استثمارية، الشباب الذي يشعر بالإحباط، يمكن أن توجهه إلى كيفية التظلم، يمكن أن توجهه إلى كيفية المنازعة، يمكن أن توجهه إلى كيفية الرد والاحتجاج دون أن يسقط في العنف. السياسي ينبغي أن توجهه حتى لا يسقط في التشنج السياسي، في التطرف السياسي. حتى أخي كريم، حتى وأكمل بهذا، حتى الذي بعض الناس الذين يدعون إصلاح أو يتناولون أو يدرسون إصلاح الخطاب الديني، تجديد طيب. الخطاب الديني. إذن أنت تلخص الحل النمط الغربي في مواجهة هؤلاء عبر الإعلام. دكتور، مواجهة هؤلاء عبر الإعلام، ابقى معي. دكتور علي علاني، باختصار أي حلولا يمكن أن تساعدنا خاصة في المغرب العربي لمجابهة هذه المرجعيات الدخيلة عنا؟ يعني هو أولا يجب أن نوضح لشبابنا وللرأي العام الفرق بين الدين والمذهب الديني. هناك خلط على مستوى المفاهيم، هناك من يرى هذا المذهب الديني سواء كان مذهب إسلام سياسي أو سلفي علمي أو سلفي جهادي يعتقد أن ذلك هو الدين نفسه. إذن لابد من ضرورة التفريق بين الدين في مقولاته الهامة والأساسية وبين اجتهادات تلك المذاهب الموجودة الآن حاليا. المسألة الثانية، أنا أدعو إلى تكوين هيئة لمراجعة الفكر الديني تكون على مستوى قطري، تبدأ على مستوى قطري ثم تتحول إلى على مستوى مغاربي وعربي وإسلامي. هذه الهيئة التي سميتها هيئة مراجعة الفكر الديني هي ضرورية جدا، تجمع علماء الدين، علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء القانون والعلماء في العلوم الاجتماعية الأخرى، وتكون مهمة هذه اللجنة أولا مراجعة الفتاوى، وثانيا غربلة التراث، وثالثا الإسراع بوضع دليل أو قاموس للمصطلحات الدينية على ضوء العصر الحديث. فمثلا الآن أدبيات التيارات الجهادية منحصرة في خمسة مبادئ: التكفير والجهاد والخلافة والولاء والبراء وطبيعة العلاقة بين الدين والدولة. هذه المفاهيم الخمسة لو نكرس لها ندوات وورشات ونشرح لهؤلاء ما هو الفرق أو ما هو المفهوم الحقيقي لمسألة التكفير الذي لا يوجد في الدين أصلا، لأن القاعدة الدينية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم وليست تلك الجماعة أو ذلك التنظيم. ولكن بطبيعة الحال عندما هذه الهيئة تشرح المفاهيم فنكون نحن كالمسلمون والمغاربيون على مستوى دولي وعربي يعني أناس عقلاء يتمسكون بدينهم الذي هو يقوم على الدولة المدنية وعلى الهوية الحدثية. هذا يحتاج إلى ورشات وإلى ندوات. تراثنا يحتاج إلى غربلة كبيرة، وتراثنا يحتاج إلى رؤية جديدة وقراءة جديدة. هذا يجب أن ننطلق منه، لا فقط عن طريق الوعظ وعن طريق العمل المقالات الدينية أو الفقهية فقط، بل نشرك الفقهاء وعلماء
علماء العلوم الاجتماعية وعلماء القانون وعلماء الجريمة المنظمة وحتى العلماء في العلوم الصحيحة نظرا لعلاقتها حتى المكلفين المختصين في علوم الإعلام في الجزائر وهيئة قطرية في تونس تتحول بعد ذلك إلى هيئة مغاربية وعربية وإسلامية. حتى المكلفين بعلوم الإعلام والاتصال، لأن المشكلة هي في لغة المخاطبة الرأي العام، وهذا طبعا هو المهم. المشكلة أن الفقيه أحيانا قد لا يحسن الحديث إلى الناس، لنقل ذلك صراحة، قد يملك العلم ولكنه لا يحسن الحديث إلى الناس. الموضوع يبقى مفتوح وسنعود إليه بإذن الله في حلقاتنا القادمة. شكرا دكتور إدريس عطية، شكرا للسيد العقيد الأستاذ رمضان حملات، شكرا لدكتور البروفيسور عبد القادر جدي، وشكرا لدكتور علي علاني أيضا من تونس. نلتقي بحول الله الأسبوع القادم في ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشريح للنتائج. شكرا للفرقة التقنية بتونس وبقسنطينة وهنا بالاستوديو رقم 1 بقيادة سهام خرشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.